السبب الأول الذي به يتحذر العبد يوم القيامة ضياع الوقت. إذا ضيع وقته في غير طاعة الله سبحانه وتعالى وفي غير ما ينفعه في الدنيا، فإنه يجوز للعبد أن يجتهد فيما فيه النفع في دنياه مع القيام بواجبه تجاه الآخرة، لأن الله تعالى قال عن القوم الذين هم من أهل العلم الذين وعظوا قارون صاحب المال، قال عنهم وهم يعظون قارون: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. فلا بأس أن يقوم العبد بما ينفعه في دنياه لكن لا يغفل عن الآخرة ولا يضيع وقته فيما ليس فيه نفع في الدين ولا في الدنيا. لذلك جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. نعمتان من نعم الله الكثيرة مغبون فيهما كثير من الناس، يغبنون فيهما يوم القيامة يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. يندم العبد على أنه ضيع هاتين النعمتين، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. وجاء في مستدرك الإمام الحاكم وفي صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وجاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكبه ثم قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لماضك ومن حياتك لموتك. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن عمر هو وأمه يصلحان جدارا لهما، فقال: ما هذا يا ابن عمر؟ فقال: جدار لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نصلحه. قال: الأمر أعجل من ذلك، الأمر أعجل من ذلك. لذلك قال بلال بن سعد رحمه الله تعالى: يقال لأحدهم، أي لأهل الدنيا، يقال لأحدهم: تريد أن تموت؟ فيقول: ليس بعد. فيقال: ولما؟ لماذا لا تريد أن تموت وأنت تعلم أن ما عند الله خير من الدنيا؟ قال: يقال لأحدهم: تريد أن تموت؟ فيقول: ليس بعد. فيقال: ولما؟ فيقول: حتى أتوب وأعمل صالحا. فيقال: تب وأعمل صالحا. فيقول: سوف أتوب، سوف أتوب. فهو لا يريد أن يموت ولا يريد أن يتوب، يعجل عمل الدنيا ويؤخر عمل الآخرة. لذلك قال الله تعالى عن أهل النار في سورة فاطر: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها، أي في النار يصيحون ويصطرخون، وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم نذير فذوقوا فما للظالمين من نصير.
فالواجب على العبد أن يحافظ على وقته ولا يضيع وقته في أمور لا فائدة فيها. بعض الناس وبعض الشباب وقته كله ينظر إلى الجوال ويكتب ويقرأ فيما لا فائدة فيه، وبعضهم في المسلسلات، وبعضهم في مشاهدة المباريات، ولو أنه مارس الرياضة بنفسه لاستفاد. لكن ما الفائدة في إيغار الصدور وفي الحزن فيما لا حزن فيه، وفي التعب والقيام والقعود ومتابعة الجرائم إلى آخره من أجل أن فلان غلب وفلان غلب؟ ما الفائدة في هذا؟ ما الفائدة في هذا؟ والعبد يسأل يوم القيامة عن كل لحظة ضيعها في غير طاعة الله سبحانه وتعالى. لو أن عبدا عمره 60 سنة فإنه يمضي منها 15 سنة وهو لا يعلم بالدنيا شيئا، يكون صغيرا غلاما. فإذا بلغ الحلم نام من عمره نصف عمره، فنقص من 60 15 سنة وبقي 45 سنة وتقسم من أجل النوم وبعض الوقت في العمل وبعضه في الزيارات. ما الذي بقي للآخرة؟ ما الذي بقي من أعمال الناس حتى يضيعه العبد في غير طاعة الله سبحانه وتعالى؟ إذا كان ابن الجوزي رحمه الله يحافظ على وقته حتى إذا جاءه بعض من لا شغل له، بعض من يضيع الوقت، يقول أقضي وقتي معهم في برئ الأقلام، لا يريد أن يضيع لحظة من عمره. والحسن البصري رحمه الله يقال له اغسل ثيابك، فيقول الأمر أعجل من ذلك، وليس المقصود أن لا يغسل العبد ثيابه، لكن ليبين للناس مكانة الوقت وأهمية الوقت وأنه ستكون الندامة يوم القيامة. فالواجب على العبد أن يقضي وقته والفراغ من وقته بتلاوة كتاب الله وفي ذكر الله وفي التسبيح والاستغفار وفي طلب العلم النافع وفي طاعة ربي حتى يلقى ربه وهو راض عنه. أسأل الله لأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يأخذ بمعاصينا جميعا إلى البر والتقوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه.